بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات اللي موجودة على الساحة الرياضية، السوشيال ميديا، ما يكتب عن النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة، وأيضا هنلقي الضوء على آخر الترتيبات الخاصة بسفر الفريق إلى جروة غدا بإذن الله عقب المران الصباحي، استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من مباريات دوري أبطال إفريقيا. مباراة حاسمة، هي مباراة الفصل الأخير في دوري أبطال إفريقيا، تكون أو لا تكون، في انتظار نتيجة لقاء الهلال وصن داونز في اليوم التالي بإذن الله على ملعب الهلال السوداني الساعة 3 العصر يوم السبت المقبل. حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل، وكمان هنتكلم على أبرز الموضوعات اللي موجودة على السوشيال ميديا واللي جمهور النادي الأهلي كمان بيطرحها وبيتكلم فيها بخصوص المرحلة اللي جاية. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة القطن. وكمان الأهلي يواجه المصري في دور الستة عشر لكأس الرابطة. وفي الترند العالمي، فيفا يستقر على نظام كأس العالم 2026. بالمناسبة كمان النهاردة هنتكلم على قرعة كأس الرابطة، لأن خلاص اتحددت خلال الأجندة الدولية القادمة خلال شهر مارس أو في الأسبوع الأخير من شهر مارس، هيكون في مباراة رسمية لمنتخب مصر الأول والمنتخب الأولمبي، فبالتالي هتكون في فرصة لإقامة مباريات دور الـ16 ودور الـ8 في كأس الرابطة. والبطولة السنة دي نظامها مختلف، بنظام الكسبان بيكمل مباشرة وخروج المغلوب في حالة الخسارة. كمان هنتكلم على موضوع كأس العالم 2026، وفي كلام كمان بخصوص كأس العالم للأندية 2025، وهل ممكن الأهلي يشارك في البطولة بغض النظر عن الفوز بدوري أبطال إفريقيا في السنوات القادمة. كل ده بالتأكيد هنتابعه من خلال باقي فقرات برنامج الترند. لكن نروح مع بعض ونشوف استعراض مباريات اليوم. النهاردة جولة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، إياب مباريات دور الـ16، والنهاردة في مباراتين في توقيت واحد. نستعرض مع بعض المباريات. الساعة 10 من مساء اليوم لقاءين في توقيت واحد، مانشستر سيتي على ملعبه بيستضيف لايبزيج الألماني، وكانت نتيجة لقاء الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي. بورتو البرتغالي بيستضيف إنتر ميلان، وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز إنتر ميلان في إيطاليا بهدف مقابل لا شيء. طبعا لسه في استكمال مباريات غدا وفي الأسبوع المقبل، لكن دي أبرز مباريات اليوم اللي هتتلعب في دوري أبطال أوروبا. نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب كلنا عارفين الفترة الجاية في أجندة دولية، في الفترة من 19 إلى 29 مارس المنتخب الأول هيلعب مباراة مهمة جدا مع منتخب ملاوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكوت ديفوار. هنلعب مباراتين، الأولى في القاهرة يوم 24 مارس، والمباراة الثانية يوم 28 مارس في ملاوي. في نفس الأجندة الدولية المنتخب الأولمبي هيلعب مباراة رسمية مع منتخب زامبيا في إطار التصفيات دي، المرحلة الثانية وهي المرحلة القبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس. تكسب زامبيا وتتأهل هتلعب التصفية النهائية في المغرب خلال الصيف المقبل. طيب كأس الرابطة هيتلعب خلال الفترة ديت اللي هي الفترة من 19 إلى 29 مارس. النهاردة كانت في مراسم قرعة البطولة. كلنا عارفين أن دور الـ 16 هيكون فيه 16 نادي من أندية الدوري الممتاز فقط. قدامكم على الشاشة طبعا يمكن دي لقطات خاصة بقرعة مواجهات كأس الرابطة. يمكن طبعا الأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة مسابقات الأندية المحترفة، واللي بيسحب القرعة بالتأكيد الزميل الإعلامي محمد عباس، وطبعا أحد المسؤولين في نادي فيوتشر، مسؤول الإعلامي لنادي فيوتشر. فبالتأكيد الأندية النهاردة كانت بتشارك في سحب مراسم قرعة كأس الرابطة. القرعة أسفرت عن الأهلي يواجه المصري، غزل المحلة هيواجه الإسماعيلي، المقاولين العرب مع حرس الحدود، فيوتشر مع طلائع الجيش، الزمالك مع البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا مع سموحة، الاتحاد السكندري مع فاركو، بيراميدز مع إنبي. طيب دي مباريات دور الـ16. نظام البطولة اتغير، يعني السنة اللي فاتت كانت في مجموعات والأوائل بيتأهلوا لنصف النهائي، وأفضل تاني في المجموعات الثلاثة كان موجود في نصف النهائي، وفي الآخر اتعملت مباراة نصف نهائي ونهائي. المرة دي الأمر مختلف نظرا لضيق الوقت. كلنا عارفين طبعا كانت في أدوار تمهيدية اتلعبت، وفي حصلت تصفية من عدد من الأندية اللي هي ترتيبها متأخر في مسابقة الجدول، وبالتالي
اتحدد خلاص الشكل النهائي اللي هم 16 نادي اللي هيبداوا من دور ال 16. المباريات هتبدا في الفتره من 20 الى 29 مارس. الاهلي هيواجه المصري. طيب الفائز من الاهلي والمصري في دور ال 16 هيلاعب الفائز ما بين غزل المحله والاسماعيلي. يعني الاهلي ان شاء الله يكسب المصري ويتاهل لدور الثمانيه. قدامكم على الشاشه هيلاعب الفائز من غزل المحله والاسماعيلي. الفائز بيتاهل مباشره، ما فيش ذهاب وعوده ولا في مجموعات زي ما انتم شايفين النظام على الشاشه. الاهلي مع المصري هيلاعب الفائز من غزل المحله والاسماعيلي. الفائز من المقاولين والحرس هيلاعب الفائز من فيوتشر وطلائع الجيش. الفائز من الزمالك والبنك الاهلي هيلاعب الفائز من سيراميكا وسموحه. الفائز من الاتحاد وفاركو هيلاعب الفائز من بيراميدز وامبي. دور 16 دور الثمانيه. بعد مباراه دور الثمانيه اللي هتتلعب يعني بنسبه كبيره احد ايام 27 او 28 مارس هنعرف ساعتها بقى الانديه اللي تاهلت الى دور الاربعه. امتى مباراه نصف النهائي والنهائي؟ ده هيكون عقب نهايه الدوري اللي هيبقى غالبا بنسبه كبيره في نهايه شهر 6 المقبل باذن الله. دي مباريات كاس الرابطه. طب امتى الاهلي لعب بيراميدز في نهائي كاس مصر العام الماضي؟ جدول مباراه نهائي الكاس هيتحدد بنسبة كبيرة عقب مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا. الأستاذ عامر حسين مستني يشوف بس موقف الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا في مباراتي الجمعة والسبت المقبلين عشان يحدد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر، ويحدد كمان المباراة المؤجلة للأهلي اللي كانت أمام الاتحاد أو الحرس أو الإسماعيلي، لأن الأهلي كلنا عارفين عنده ثلاث مباريات مؤجلة. طبعاً بالنسبة للرابطة وبالنسبة لإدارة المسابقات خروج الأندية المصرية هيديهم مساحة إن هو يقدر يحط المباريات المؤجلة عشان ينهي الدوري في نهاية شهر 6. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكمل للأدوار اللي جاية. أكيد إدارة الرابطة وإدارة المسابقات هتنتظر شوية ومش هتحدد باقي المباريات المؤجلة، وهتشوف بعد مباراة دور الثمانية ونصف النهائي والنهائي وهتتأخر شوية في تحديد المباريات المؤجلة. ولكن ماتش الأهلي وبيراميدز بنسبة 1000000% هيتلعب في شهر 4. ليه؟ لأن كأس السوبر اتحدد ميعاده خلاص في مواجهة نادي الزمالك يوم 5/5 في أبو ظبي، فخلاص كأس السوبر اتحدد ميعاده، وكلنا عارفين إن الشرق الراعي أعلنت واتحاد الكرة أعلن ومجلس أبو ظبي الرياضي أعلن إن لقاء السوبر بتاع العام الماضي هيتلعب إن شاء الله يوم 5/5 في أبو ظبي، والزمالك بينتظر الفائز بكأس مصر إما الأهلي أو بيراميدز، والمباراة بنسبة 1000000% هتتلعب خلال شهر إبريل. لكن أكيد هيستنى الأستاذ عامر حسين يشوف موقف الأهلي لما يتأهل إن شاء الله للأدوار القادمة عشان يقدر يسكن باقي مباريات الجدول. وأنا أتمنى والناس سمعاني أكيد في الرابطة أو في الاتحاد، بعد ما تحط جدول الدوري ابدأ حط خريطة عمل وخطة عمل لجدول الدوري لثلاث أربع سنين جاية. ما بقولكش اعمل جدول للأربع سنين الجاية، لا، ابدأ قول السنة الجاية الأندية اللي هتهبط هتبقى خمسة، يعني السنه دي خلاص احنا 18 والسنه الجايه 18، قول بقى بنهايه الموسم اللي جاي بدل ما يكونوا 18 نادي يبقوا 16 نادي، فالانديه اللي هتطلع من الدوري الممتاز به والناس اللي هتشارك في الممتاز السنه الجايه تبقى عارفه ان السنه الجايه دوري 18 نادي هيكون اخر موسم، والسنه اللي بعدها هيبقى 16 نادي، وقول ان ال 16 نادي السنه اللي بعدها هينزل خمسه عشان يطلع ثلاثه ويبقى الدوري اللي بعدها 14 نادي. لو فضلنا بنفس الشكل اللي احنا ماشيين بيه ده الكره المصريه مش هتتقدم، هترجع سنين كتير ورا. الدوري المصري لو فضل ب 18 نادي في السنين اللي جايه بالمنظر ده هتبقى فيه مشاكل كبيره جدا على فكره. انت عندك دوري السوبر، وعندك بطوله عربيه هي بتتلعب في شهر 7، وعندك دوري ابطال افريقيا، وعندك كاس افريقيا في يناير 2024، وعندك تصفيات كاس عالم هتتلعب في نهايه 2023، وعندك كاس عالم في 2026، وعندك احداث كتيره الفتره الجايه، عندك اولمبياد باريس السنه الجايه. فافضل شيء للدوري المصري وعشان ضغط المباريات اللي احنا شايفينه الأندية المصرية اللي بيتسبب بنسبة كبيرة في حالة إجهاد للعيبة وبتتأثر المنتخبات بسبب هذه النتائج أو بسبب هذه الضغوط اللي موجودة في مباريات الدوري، إن العدد الأندية يقل شوية في الدوري المصري. انزل 16، انزل 14، اعمل خطة لتطوير مسابقة الدوري خلال السنين اللي جاية. ده مهم جدا عشان نطور مسابقات الدوري المصري ونطور الكرة المصرية، لأن بدون تخطيط وبدون استقرار في تطوير هذا او هذه المسابقه مش هيحصل اي جديد. طيب دي الامور المتعلقه بكاس الرابطه. نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نبدا نتكلم بقى على مباراه الاهلي والقطن الكاميروني وما هو الجديد بالنسبه للاهلي خلال الساعات الجاريه. طيب دقت ساعه العمل وخلاص بنتكلم في ساعات قليله جدا، والفريق يغادر من جنوب افريقيا الى جروه.
استعدادا لمواجهه القطن الكاميروني يوم الجمعه المقبل الساعه 6 بتوقيت القاهره. المباراه كلنا عارفين طبعا ظروفها واحداثها ونتائج الاهلي في المباريات السابقه، وهي مباراه لا تقبل القسم على اثنين، يعني انت لو عايز تكمل في المنافسه لازم تكسب، ولازم تكسب بشكل كويس عشان حاجتين، تكسب بشكل كويس عشان قدر الامكان يكون في اعتذار ضمني على النتيجه والاداء اللي ظهر بيه الفريق في مباراه سان داونز، وان كانت طبعا اكبر اعتذار ممكن يتقدم للجمهور بخلاف فكره انك تفوز بدوري ابطال افريقيا لازم يبقى في رد على فريق سان داونز في اي مباراه رسميه معاه بنفس النتيجه، لانك ليك كبرياء وليك قيمه ومكانه كبيره جدا في القاره الافريقيه، ولكل الفرق الافريقيه بتبقى عارفه لما بتلعب الاهلي وعايزه تتبروز لازم تواجه الاهلي وتعمل عليه مباراه كبيره عشان اسمها يتردد وتبقى الناس كلها عارفه ان هي قدرت كسبت الاهلي بطل افريقيا صاحب الرصيد الاعلى من الالقاب القاريه، فلازم الناس تعرف كده، لازم اللعيبه تعرف كده، فانت مهم تكسب ماتش القطن قدر الامكان كاعتذار ضمني ولو بسيط عن الاحداث اللي فاتت، وكمان عشان تقول للناس لسه انا بحارب على الفرصه الاخيره في انتظار نتيجه مباراه الهلال وسان داونز في اليوم التالي اللي هتتلعب الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره على ملعب الهلال بدون جمهور. طيب الفريق النهارده استأنف تدريباته صباح اليوم، والتدريب كان فيه اكتر من مرحله، يعني كان الجهاز الفني قسم التدريب على مراحل، بس قبل ما اروح للتدريب النهارده كان فيه مسحه طبيه للاعبي النادي الاهلي ولكل افراد البعثه اللي هتسافر ان شاء الله بكره حوالي الساعه 2 الظهر من مطار جوهانسبرج. ناس تقول لي مسحه طبيه، ما خلاص الكاف رفع قواعد السفر او قيود السفر المتعلقه بوباء كورونا. الكاميرون الامر هنا ملوش علاقه بالمباراه، الكاميرون تحديدا ليها اجراءات طبيه محدده، ضمن هذه الاجراءات اي حد بيجي من جنوب افريقيا على الكاميرون لازم يعمل مسحه طبيه. ده حصل مع كل الفرق اللي بتسافر من جنوب افريقيا بتلعب في الكاميرون، فالامر مش متعلق بالاهلي فقط، انت ممكن تكون في القاهره وتسافر الكاميرون وما تطلبش منك، لأس انت عشان طالع من جنوب افريقيا ورايح الكاميرون فطلبت منك المسحه الطبيه، ودي اجراءات اكيد اداره البعثه يمكن تم التنسيق فيها خلال الفتره الاخيره عشان تبقى عارفه كل الاجراءات، عشان لما توصل مطار جروه تبقى كل الاجراءات الاداريه تم تذليلها بشكل كبير جدا. قدامكم طبعا على الشاشه هذه اللقطات الخاصه والحصريه بوجود لجنه طبيه مع لاعبي النادي الاهلي لاجراء المسحه، اكيد بتشوف صوره الباسبور، بتشوف في الاسم البيانات، وبتعمل المسحه طبعا بطريقه زي ما انتم شايفينها. يمكن بنرجع بقى للاحداث اللي كانت موجوده في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، وباذن الله تكون الامور طيبه. طيب الجانب الثاني النهارده كمان كان التدريب، التدريب كان على مرحلتين، في مجموعه كانت موجوده النهارده في الجيم، قدامكم طبعا عدد من اللاعبين، واكيد الامر متعلق بالقياسات، يعني اللاعيبه اللي بتشارك بشكل دائم في المباريات النهارده الجهاز الفني فضل ممكن تكون مريحه شويه من التدريب الاساسي، وفي لعيبه كانت محتاجه تكون في الجيم ومحتاجه كمان تكون موجوده في التدريب الجماعي، لكن بشكل عام انا شايف يمكن معظم الفريق يعني اكتر من حوالي 70 80% منه موجود في الجيم، وطبعا شايفين الجهاز المعاون بيشرح للعيبه ايه اللي هيتم النهارده في الاجراءات المتعلقه بالتدريبات اللياقه البدنيه. يمكن الجهاز الفني تعامل شويه مع ال 48 ساعه اللي كانت بعد مباراه سان داونز بالنزول بالحمل التدريبي، وبامانه انا بشكر مسؤولي نادي سان داونز على تذليل كل العقبات، يعني الحافله، الباص الخاص بالجهاز الاداري، ملعب التدريب في جامعه بريتوريا، كل الامور دي اكيد يعني مسؤولي نادي سان داونز يعني كل الامور اللي تم الاتفاق عليها من قبل المباراه. كلنا عارفين انت في اليوم التالي للمباراه خلاص الفريق اللي انت رايح تلعبه ما بيبقاش مسؤول عن اي شيء، لكن يعني بصراحه احنا بنتعامل مع نادي محترف وبيقدر وبيعرف قيمه النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وجمهوره كمان لما شفنا المباراه كانت مباراه طيبه جدا، حتى هي الحافله زي ما قلت لحضراتكم كل شيء يعني موجود مع البعثه وموجوده بشكل كويس جدا. نتمنى يا رب باذن الله التدريبات يعني تكون بشكل جيد والتحضير لمباراه القطن يسير بشكل مناسب. قدامكم ده بقى الجانب الفني المتعلق بتدريب اللاعبين على ارضيه ملعب جامعه بريتوريا، اهو قدامنا عمرو السوليه في التدريبات الجماعيه، وارد بنسبه كبيره يكون في التشكيله الاساسيه اللي هيدفع بيها مارسيل كولر، حسين الشحات كمان يمكن اهو دخل في التدريبات الجماعيه، يمكن هو اللاعب الوحيد اللي خرج من اللعيبه دايما اللي بتشارك بشكل اساسي، خرج من قائمه مباراه سان داونز بسبب عدم اكتمال الجاهزيه، لكن خلاص حسين دخل في التدريبات الجماعيه، وخلال الثلاث ايام اكيد هيكون الجهاز الفني بيفكر في التحضير لمباراه القطن الكاميروني. كمان السفير احمد الفضلي سفير مصر في جنوب افريقيا النهارده زار البعثه، اطمأن على اخبار البعثه، التقى بالاستاذ طارق انديل، اجتمع بالكابتن سيد عبد الحفيظ،
وطبعا اكيد دور مهم جدا للسفاره المصريه، عملوا بصراحه مجهود كبير جدا، بنشكرهم على دورهم ومجهودهم مع كل الفرق المصريه والرياضيه بصراحه اللي بتسافر في جنوب افريقيا. ونفس الامر هيكون كمان مع الاهلي لما يسافر الكاميرون في ترتيبات، والسفاره المصريه في الكاميرون هتسافر من ياوندي او دوالا الى جرو عشان تكون موجوده ومقيمه مع الاهلي في هذه المدينه اللي موجوده في شمال الكاميرون والقريبه من العاصمه او قريبه من تشاد، فاكيد هيكون كمان في دور كبير جدا للسفاره المصريه في الكاميرون. طيب تفاصيل اكتر واللي مش ظاهر قدامنا في الصوره اكيد هنعرفه من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في بريتوريا مع بعثه فريق النادي الاهلي. يبدو كده ان هو خارج فندق الاقامه، هنعرف منه هو فين، هل ايه الجديد النهارده، ايه الاخبار، ايه الاستعدادات، كمان بكره اكيد في رحله سفر، فكل ده اكيد هنعرفه من فاروق. مساء الفل يا فاروق. برحب بيك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب اولا انت اعتقد كده خارج فندق الاقامه، فالاخبار عندك والاجواء وترتيبات السفر كمان بكره ان شاء الله. يعني خليني اقول لك احنا يعني متواجدين في محيط مقر اقامه فريق النادي الاهلي في يعني في احد المساجد اللي بتتميز بالتراث الاندلسي، ويعني واحد من يعني تقدر تقول المساجد هنا في جنوب افريقيا وبالتحديد في بريتوريا. طبعا منذ قليل كان انتهى تدريب فريق النادي الاهلي على ملاعب جامعه بريتوريا. انت عارف ان بالامس منح مستر مارسيل كولر اللاعبين راحه سلبيه واكتفى ببعض يعني التدريبات او الامور الاستشفائيه الخاصه به اللاعبين لمعالجه الاجهاد اللي بيعاني منه الفريق في الفتره الاخيره. النهارده كان تدريب تقدر تقول تدريب مكثف من مستر مارسيل كولر، كان في يعني جزء مع مخطط الاحمال تيتسيان اندويا في الجيم ايضا اللي موجود في ملاعب جامعه بريتوريا. اللي خليني اقول لك يا محمد انها معذره واحده من افضل يعني الملاعب او الاماكن اللي النادي الاهلي بياخد عليها تدريباته هنا في بريتوريا. طبعا بعد انتهاء الجزء البدني اللي كان في الجيم ومع تيتسيان اندويا توجه الفريق لملاعب جامعه بريتوريا لاستئناف تدريباته. يعني تقدر تقول محاضره قصيره جدا لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، ثم انطلق المران اللي يعني طغى عليه الحماس الكبير جدا من اللاعبين، محاولة إثبات يعني إن إحنا موجودين، ومحاولة إثبات إن الروح موجودة والحماس موجود عند اللاعبين. كل اللاعبين النهاردة الجميع بيتسابق من أجل يعني إن يكون لي شرف التواجد في قائمة المباراة، ويعني يكون موجود في ال 11. عايز أقول لك حسين الشحات النهاردة بيظهر في المرام بشكل كامل بصورة أكثر من ممتازة، أيضا طبعا خالد عبد الفتاح اللي بيظهر بشكل أكثر من ممتاز. بطمنك على محمد عبد المنعم اللي أدى التدريب بالكامل النهاردة، وباكد لك جاهزيه محمد عبد المنعم لهذه المواجهه وهذه المباراه. عايز اقول لك ايضا يعني التنسيقات والترتيبات اللي بتتم في يعني في هذه الاثناء مع مسؤول السفاره المصريه هناك في الكاميرون، يعني الوقوف على كافه التفاصيل الخاصه بسفر النادي الاهلي للكاميرون. النهارده مستر مارسيل كولر هيعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30، حديث طبعا عن كل الامور الفنيه والخططيه المطلوبه في مباراه القطن الكاميروني، وركز على طبعا على نقاط القوه والضعف في هذه المواجهه اللي ان شاء الله نتمنى ان لعيبه النادي الاهلي يكونوا في كامل تركيزهم ان شاء الله ويحققوا انتصار في هذه المباراه. طبعا ترتيبات السفر يا محمد هتكون يعني مباشره الى جروه، ده اللي احنا يعني عرفناه من مسؤولي بعثه النادي الاهلي بالتنسيق مع السفاره المصريه، ان الفريق غدا هيؤدي تدريبه يعني بمشيئه الله على ملاعب جامعه بريتوريا، ثم هيتوجه الى من بريتوريا الى جوهانسبرج، ثم استقلال الطائره الخاصه اللي يعني هتكون في رحله طيران من 4 ساعات ونصف الخمس ساعات، هيكون الوصول مباشرة إلى مطار جروة. دي التنسيقات اللي تمت مع مسؤولي السفارة المصرية اللي إن شاء الله نتمنى أن يكون لها مردود يعني مميز إن شاء الله، نشوفه من لاعبي النادي الأهلي على أرض الملعب إن شاء الله يوم الجمعة القادم بإذن الله. بإذن الله. طيب أكيد السفر للكاميرون كان فيه متطلبات ليها علاقة بالإجراءات الطبية، وأنا حتى لسه متكلم من شوية وقلت إن السفر للكاميرون بيتطلب إن لازم تعمل مسح إنك جاي من جنوب إفريقيا. الأمور دي أكيد يا فاروق تم التنسيق فيها ما بين الجهاز الإداري مع الجهاز الطبي مع كمان مسؤول السفارة في الكاميرون، لأن عشان يفيدوا الأهلي في هذه الجزئية، لأنك مش جاي من مصر، جاي من جنوب إفريقيا، فدي جزئية مهمة جدا كمان محتاجين نتكلم فيها ونفهم الناس اللي حصل بخصوص يعني مسحة كورونا اللي تمت النهاردة، رغم أن الكاف أساسا خلاص يمكن لغى هذه الجزئية المتعلقة بالمباريات. محمد يعني أنت أثرت نقطة مهمة جدا ولازم طبعا من خلالك
تمت النهارده هي مسحه الكره. طبعا انت عارف طبقا لبروتوكول الكاف ما بقاش يعني موجود او مطلب من الفرق لمسحه كورونا، ولكن النظام او الاجراءات الاحترازيه في جمهوريه الكاميرون بتتطلب اي فرد هيدخل الكاميرون لابد من اجراء مسحه داخل الكاميرون من اجل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه. النادي الاهلي طبعا بالتنسيق مع مسؤول السفاره فضل انه يجري هذه المسحه هنا في جنوب افريقيا في بريتوريا، وبالتنسيق طبعا مع المسؤولين في الكاميرون ومسؤولي السفاره المصريه. ايضا الدكتور احمد ابو عبله، اللي خليني اقول لك برضه رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، طبعا انت عارف يعني محمد التواجد في جنوب افريقيا ثم التواجد في الكاميرون بيحتاج ويتطلب مجموعه من الاجراءات الاحترازيه. النهارده طبعا بدا في يعني اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا، وده هيستمر لمدة 6 أيام، تقدر تقول يعني اليومين اللي هنا في جنوب أفريقيا ثم يومين في الكاميرون ثم يومين أيضا في العودة وطريق العودة إلى القاهرة. فبالتالي دكتور أحمد أبو عبلة طبق طبعا هذه الإجراءات وبدأ من اليوم إعطاء اللاعبين أقراص الملاريا. طبعا نتمنى كل السلامة لأفراد بعثة النادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. تركيز شديد جدا من بنشوفه على إنهاء كافة الأمور وتيسير كافة الأمور من قبل مسؤول بعثة النادي الأهلي واللاعبين. نتمنى إن شاء الله نشوف مردوده من اللاعبين في أرض الملعب، تظهر شخصية لعيبة النادي الأهلي. الأمل موجود والفرصة موجودة. وبالمناسبة محمد يعني كان لنا حديث مع بعض يعني اللاعبين أو الإعلاميين الخاصين بفريق ماميلودي سان داونز، قال لك في حديثنا مع اللاعبين قبل المباراة كانوا قالوا إن إحنا كنا بنطمح في تحقيق نقطة على النادي الأهلي، لذلك كان الأمور الخاصة بالحشد الجماهيري لأن كنا متوقعين إن النادي الأهلي بالمباراة التعادل النادي الأهلي جاي هدفه الفوز، وبالتالي إحنا كان هدفنا كله مع النادي الأهلي إن إحنا نحقق النقطة، وبالتالي لازالوا يعني فرحة النشوة على والانتصار على النادي الأهلي. وبالمناسبة محمد فريق ماميلودي سان داونز هيخوض لقاء اليوم هنا في جنوب أفريقيا في ملعب لوفتس في تمام الساعة 7:30 مساء، ده من ضمن استعداداته طبعا قبل السفر وتوجهه الى السودان. لكن زي ما قلنا محمد احنا قفلنا خلاص صفحه مباراه سان داونز، اكيد عندنا مباراه مهمه هي مباراه القطن الكاميروني. كل التركيز مطلوب من كل اللاعبين، الحماس الروح موجوده من اللاعبين، ان شاء الله يكون مردودها موجود في ارض الملعب باذن الله. فاروق انا بشكرك وبشكر زميلنا مدير التصوير احمد يحيى، كل التوفيق ليك ويا رب باذن الله في هذه التغطيه، ولسه مستمرين في التغطيه بالتاكيد في السفر الى جروه بكره. دي كانت ابرز الاخبار والمعلومات من زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي في جنوب افريقيا، وكل التوفيق يا رب للاهلي في مباراه يوم الجمعه. نخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف السوشيال ميديا واهم ما كتب في ترند الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. نبدأ مع بعض بحساب كورة بلس على تويتر، وبيقولوا كولر يدرس إجراء 4 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني. طبعا لا حديث يعلو على مباراة القطن والكل بيتكلم على التشكيل، مين ممكن يلعب؟ هل هيبدأ بعلي لطفي مكان الشناوي؟ هل ممكن يدفع بمروان عطية وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية؟ كل دي أكيد يعني كلام بيتقال خلال الساعات الأخيرة، خاصة في ظل تحديد كمان موقف حسين الشحات، هل ممكن الدفع بيه بدلا من طاهر من بداية المباراة؟ عموما هننتظر وصول الفريق إلى جروة مساء يوم الأربعاء. يمكن الفريق هيسافر حوالي الساعة 2 الظهر، يوصل يعني حوالي الساعة 7:30، هي رحلة طيران بتاخد حوالي 5 ساعات 5 ساعات ونصف من جوهانسبرج إلى جروة. وبعد الوصول في اليوم التالي هيكون في تمرين يوم الخميس، تقدر من وقتها تحدد ملامح التشكيل وهل ممكن يكون في تغييرات ولا نفس التشكيل. لكن طبعا اكيد بعد خساره مباراه بهذا الشكل مفيش مدرب بيلعب بنفس التشكيل، ممكن يعوض غياب لاعب او اتنين بلاعيبه تانيه جاهزه في المباراه. طيب حساب الوطن سبورت بيقولوا ازمه جديده لكولر قبل مواجهه القطن الكاميروني بسبب 3 لاعبين. انت لو دخلت في تفاصيل الخبر مش هتلاقي فيه ازمه، يعني مثلا بقول لك ايه، يغيب عن الاهلي محمود متولي. ما محمود متولي ما كانش موجود في ماتش سان داونز وما كانش موجود في مباراه المقاولين، يعني ايه الازمه اللي عند الراجل؟ ما هو كده اصلا معروف ان متولي مش موجود في ماتش القطن الكاميروني. بينما اقترب غياب عمرو السوليه اللي بيعاني من الام في عضله السمانه. احنا قدامنا كانت اللقطات على الهواء مباشره شايفين عمرو السوليه بيأدي التدريبات الجماعيه. فغياب محمد عبد المنعم ده غير مؤكد، وحتى زميلنا فاروق صلاح اكد ان محمد عبد المنعم تماثل للشفاء واصبح جاهز للمباراه، لكن مشاركته تتوقف على الرؤيه الفنيه لمارسيل كولر. وبالتالي تدخل في التفاصيل تلاقي مفيش ازمه، لان اصلا الموضوع مش موجود، لا متولي كان موجود وهيغيب ولا السوليه مصاب ومش هيلعب. احنا شفنا السوليه بيتمرن حتى في التدريبات الجماعيه، ولكن تعرفين في بعض المنشتات عشان يبقى في ترافيك والقرايه والمشاهده تبقى كبيره. الوطن سبورت بيقولوا الكاميرون
تستزف بشرى سرة للأهلي قبل مواجهة القطن بدوري أبطال إفريقيا. هي إحصائية رقمية إن البشرى هنا تكمن في يعني أنتك عمرك ما لعبت مع القطن في الكاميرون وخسرت، أو بمعنى أدق الأهلي لا يعرف الخسارة في الملاعب الكاميرونية. في نسخة 2008 أنت لعبت في دوري أبطال إفريقيا مع القطن وتعادلت 2-2 في جروة بعد ما فزت في القاهرة 2-0 وخدت دوري أبطال إفريقيا من معقل جروة ومعقل رئيس الاتحاد الإفريقي السابق عيسى حياته. كمان في الموسم اللي بعديه نسخة 2013 وأنا حضرت المباراة دي في الملعب، المباراة كانت سلبية 0-0 والأمطار نزلت بشكل كثيف جدا وأرضية الملعب طبعا غير مهيئة والمباراة تم إلغائها، ولعبت في اليوم التالي بعد ما لعبت أكتر من حوالي نص المباراة. بس في اليوم التالي عشان عندك إرادة وعزيمة وفي رجولة في الملعب لعبت وتعادلت إيجابي 1-1، وجيت هنا المباراة دي ساعدتك وتعادلت برضه بس كسبت بركلات الترجيح على القطن الكاميروني. آخر نسخة كانت في الكونفدرالية 2014، فاز الأهلي على القطن بهدف في الكاميرون وفاز أيضا في القاهرة بنفس النتيجة وكمل المشوار وفاز ببطولة الكونفدرالية. إذن 2008 2013 2014 لما الأهلي بيلعب القطن الكاميروني بيفوز بدوري أبطال إفريقيا، فممكن تكون بشرة طيبة. نتمنى يا رب نشوف اللي هيحصل خلال الساعات الجاية يكون شيء إيجابي. حساب كرة 11 بيقولوا في ظل أخطاء المتكررة التي تتسبب في معاناة الفريق، كولر يتخذ قرارا حاسما حول المفاضلة بين مشاركة الشناوي وعلي لطفي في مباريات الأهلي القادمة. ننتظر ونرى، قد يتخذ كولر هذا القرار وقد يفضل ان الشناوي يكمل عشان ما يكونش فيه نتائج عكسية اكتر من كده، تفقد حارس لفترة طويلة. وهي في النهاية رؤية فنية لا قراري، ولا اقدر اتكلم حتى في التفاصيل الفنية، ده رؤية مدير فني. هننتظر ونشوف اكيد خلال الساعات اللي جاية لما نشوف مين هيبقى في التشكيلة الاساسية. حساب يلا كورة تصريح لي مسؤول الحديث عن تفويت ضد صداقة المجموعة. الكوتش رولاني في المؤتمر الصحفي عقب الراجل لما اتسأل صحفي الجنوب افريقي لورانز كولر وسأله على فكرة ان الجماهير بتردد كلامه، بتقول ان من مصلحة صن داونز الاهلي يخرج، فبالتالي مش من مصلحته ان يكسب الهلال او يتعادل مع الهلال فيسيب المباراة للهلال. الراجل قال انا عندي رقم قياسي في عدد الانتصارات واحنا فريق بيلعب بكل جدية، فالامور دي بالنسبة لي بتبقى امور سلبية، فمش من مصلحتي اعمل ده وانا رايح اكسب. ده جانب. خالد علي منسق نادي صن داونز انا قريت له تصريحات صحفيه النهارده واكد نفس الكلام وقال نقطه تانية مهمه جدا. قال صن داونز عايز يلعب على صداره المجموعه. ليه؟ عشان يبعد عن المواجهه المبكره اللي ممكن تحصل في دور الثمانيه لو واجه الترجي او الرجاء او الوداد، ان هم حاليا متصدرين وهم بنسبه كبيره غالبا اللي بيكونوا متصدري المجموعات الاخرى، فبالتالي يفضل ان يلعب مع فريق في المركز الثاني. طبعا هي كوره في النهايه. صن داونز السنة اللي فاتت لما لعب مع تاني إحدى المجموعات وكان بيترو أتلتيكو صن داونز خرج من دور الثمانية، ولكن هو كل واحد بيحاول يشوف أفضل الظروف ليه. أفضل الظروف لصن داونز طبقا لتصريحاتهم هو مش عايز يخسر، يتعادل أو يكسب، لأن لو خسر والهلال بقى 12 نقطة ممكن الهلال مثلا يتعادل مع الأهلي في القاهرة والهلال يتصدر بفارق المواجهات المباشرة عن صن داونز، فبالتالي هي نقطة حسابية ممكن تكون في حسبانه، لكن هننتظر ونرى نشوف الساعات اللي جاية. لكن بغض النظر عن كل ده ماليش علاقه بماتش الهلال وصن داونز، انا اكسب، يعني انا اكسب لازم اكسب القط الكاميروني، ولو لا قدر الله خرجت الهلال يجي القاهره والاهلي يكسبه ويعمل عليه مباراه كبيره، ومش هقول نكسب بسكور بس يعمل عليه مباراه كبيره. لازم هيبتك ومكانتك وكرامتك في الكره الافريقيه تبقى بدايه ليها مباراه القطن والهلال ايا كان المشوار انت مكمل ولا مش مكمل، وتستنى في اي سنه تلعب صن داونز عشان ترد النتيجه. ده الكبرياء اللي ممكن اللعيبه تعبر بيه ويبقى اعتذار ضمني لجماهير الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وده وارد في الكوره، يعني اللي احنا بنقوله ده على فكره موجود في عرف الكوره. طيب يلا كوره، وخبر النهارده بخصوص الغرامات اللي اقرها الفيفا على الانديه اللي شاركت في كاس العالم للانديه. فيفا يغرم الاهلي بسبب مونديال الانديه. في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم عليها، لان يبدو ان الناس اتفاجئت بتفاصيل الخبر. اولا الغرامات على الأهلي والوداد والهلال وفلامينجو وسياتل ساوندرز الأمريكي وأيضا كمان ريال مدريد، طيب وأوكلاند سيتي كمان. الغرامات في حد ذاتها بتيجي إزاي؟ طبعا مجمل الغرامات حوالي 500,000 فرنك سويسري، ما يعادل حوالي 560,000 دولار. بس الغرامات على الأندية جميعها جاية إزاي؟ مثلا فريق خد 7 كروت صفراء على مدار البطولة، الإنذار الأصفر ب 10,000 فرنك،
يعني انا النهارده كنت بتواصل مع احد المسؤولين في الفيفا، فبتكلم معاه على الانذارات والطرد، ولما قال لي الارقام فقلت له الارقام كبيره ليه كده؟ قال لي الكارت الاصفر 10,000 فرنك، الكارت الاحمر 20,000 فرنك سويسري. انت بتتكلم في ارقام طبعا لو بتقارنها بالدوري المصري ارقام بعيده جدا يعني، ولكن طبعا انت بتدي جوائز كبيره، يعني البطل بياخد 5 مليون دولار، فلما تخصم منه على الانذار 10,000 فرنك فطبعا يعني في نسبه وتناسب. نفس الامر اشعال الشماريخ في ماتش الهلال والوداد، تم اشعال شماريخ ففي عقوبات نزلت على نادي الوداد تقترب من حوالي 40 او 30 الف فرنك، مش متذكر الرقم بالظبط. نفس الامر على الاهلي لما جمهوره يعني اشعل شماريخ في مباراتين استخدام الليزر، فكل التفاصيل دي اكيد بتبقى فيها غرامات، استخدام الليزر، اشعال شماريخ، استخدام الكارت الاصفر، الكارت الاحمر. يعني احنا فاكرين في مباراه فلامينجو الاهلي اتطرد منه خالد عبد الفتاح، الطرد ده بيكلف الفريق حوالي 20,000 فرنك سويسري، ما يعادل حوالي 25,000 دولار. فدي مجمل غرامات اللي توقعت على الاهلي وعلى الهلال وعلى الوداد، ولكن طبعا الاهلي كان الاكثر الانديه تضررا، لان الاهلي لعب 4 ماتشات، فكانت نسبه الانذارات والكروت الحمراء والحضور الجماهيري في مباراه الاهلي كانت اكتر شويه. وحد هيقول لي طب ماتش الاهلي والريال كان كل الجمهور الموجود جمهور مغربي، انا سالت برضه في الجزئيه دي فتقال لي معروف جمهور الاهلي لابسين التيشيرت الاحمر موجود معاهم اللافتات، فبتبقى محدد اماكنهم، فبناخد قرارات بناء على كل هذه التفاصيل. فدي الامور المتعلقه بترند الاهلي. اخر حاجه او دي كانت اخر حاجه النهارده معانا في ترند الاهلي. طيب ندخل بقى على الترند المحلي، والنهارده اكيد كانت في احداث متعلقه بقائمه المنتخب الاولمبي. حساب اتحاد الكوره يعلن قائمه المعسكر الذي ينطلق غدا 15 مارس 2023، والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي زامبيا في التصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا تحت 23 سنه، وسينضم لاعبه انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر للمعسكر بعد الانتهاء من مباريات البطولات الافريقيه. طبعا قدامنا يمكن اسماء اللاعبين، من الاهلي شايفين حمزه علاء حارس مرمى، في خط الدفاع في محمد مغربي، في كمان خط الوسط احمد نبيل كوكا، رأفت خليل، طبعا مصطفى سعد ميسي اللي كان في الاهلي ورجع السيراميكا، في العربي بدر اللي كان في الاهلي وراح الجونه، خط الهجوم في اسامه فيصل واحمد عاطف وعبد الرحمن عطف. طيب نروح للترند العالمي. طيب نبدا مع بعض وحساب فيفا، والنهارده بدايه اجتماعات الفيفا وفي كونجرس الفيفا واجتماع اللجنه التنفيذيه. طبعا عارفين ان في احداث مهمه والتصويت او مش التصويت يعني اعلان تذكيه رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني انفانتينو. طب حساب فيفا بيقول ايه؟ يعتبر تطوير كرة القدم أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي ورئيسه جياني إنفانتينو، وهو أحد الاهتمامات ذات الأولوية برواندا. كلنا عارفين أن رواندا في كيجالي العاصمة الرواندية هي اللي بتستضيف الجمعية العمومية رقم 73. النهاردة بدأ باللجنة التنفيذية، اللجنة التنفيذية النهاردة عندها موضوعات كتير على فكرة، ويمكن من خلال اللجنة التنفيذية أنا كنت متواصل مع مسؤولين في الفيفا وعرفت الغرامات اللي توقعت النهاردة بخصوص كأس العالم للأندية، ويمكن تم إرسالها أعتقد كمان للأندية أو هيتم إرسالها خلال الساعات اللي جاية. لكن النهاردة الكونجرس رقم 73 لجنة تنفيذية جمعية عمومية، التصويت أو إعلان تذكية جياني إنفانتينو، ثم اتخاذ عدة قرارات متعلقة بكأس العالم للأندية 2025، كأس العالم 2026 لما يكون أكتر من العدد الرسمي اللي كان 32 هيبقى 48، هل هيبقوا 12 مجموعة، هل هيبقوا 16 مجموعة، التأهل هيبقى إزاي، كل ده هيتم حسمه في هذا الاجتماع. كمان هيكون في نقاط مهمة جدا متعلقة باجتماعات للاتحاد الإفريقي على هامش هذا الموضوع، لكن ده هنتناقش هنتكلم فيه ان شاء الله خلال الحلقات اللي جايه. طيب كمان حساب ذا اتلتيك بيتكلم على الامور المتعلقه بكاس العالم 2026، ومن خلال حساب ذا اتلتيك على تويتر بيقولوا ان فيفا يستقر على نظام كاس العالم 2026 12 مجموعه، كل مجموعه بتضم 4 منتخبات، بيتاهل لدور ال 32 المتصدر والوصيف في كل مجموعه، فبالتالي يبقى عندك 12 منتخب، ولما يبقى تخش كمان الوصيف يبقى 24 منتخب، هيتبقى 8، هيتاخد افضل 8 في المركز الثالث من ال 12 المجموعه. النظام الجديد هيرفع عدد المباريات ل 104 مباراه بدل 101، يعني الدوشه دي كلها بس عشان نزود 3 ماتشات. طيب البطوله هتقام على مدار 39 يوم بدلا من 30 يوم، يبدو طبعا ان القصه كلها متعلقه بالسبونسر والرعاه اللي عايزين يبقى فيه مكاسب ماليه. الموقع ايضا كمان القى الضوء على كأس العالم للأندية،
وكلنا عارفين ان النسخه الجديده لكاس العالم للانديه 2025 هتكون زي كاس العالم للمنتخبات، بس دي هتبقى بوجود حوالي 32 نادي. طيب نركز مع بعض بقى في التفاصيل. النسخه الجديده هتتلعب في يونيو ويوليو 2025، 32 نادي من كل قارات العالم، 12 فريق من اوروبا، 6 من امريكا الجنوبيه، 4 من افريقيا، 4 من اسيا، 4 من امريكا الشماليه، ونادي وحيد من اوكيانوسيا، ونادي بيمثل البلد المضيف اللي احنا لسه مش عارفين مين اللي هينظم البطوله. ايه كمان اللي اتحسم او هيفكروا فيه النهارده في اللجنه التنفيذيه؟ في اوروبا مثلا تشيلسي وريال مدريد، دول فازوا بدوري ابطال اوروبا في عام 2021 وكمان عام 2022، فبالتالي ضامنين مكانهم في 2025. كلنا عارفين طبعا ان الريال فاز على ليفربول وكمان تشيلسي فاز على مانشستر سيتي، فدول اخر بطلين لدوري ابطال اوروبا، فدول حاجزين مكانهم في 2025. ممكن يبقى بنفس المنطق ده الاهلي يضمن المشاركه في 2025، ده لسه هيتوقف على اجتماع اللجنه التنفيذيه في الفيفا مع اعتماد اللجنه التنفيذيه في الكاف. ليه بقى؟ لان الاهلي توج ب 2020 و2021 لما كسب الزمالك وكسب كايزر تشيفز، فلو في نفس المعيار ده هيتطبق في اوروبا، هل هيتطبق في افريقيا؟ لو اتطبق الاهلي ضمن مكان، الاهلي هيكون ضمن مكان في 2025. دي نقطه مهمه جدا وهنشوف اللي هتسفر عنه الاخبار خلال الساعات اللي جايه. اخر حاجه معايا حساب يلا كوره بيقولوا في الدوري الانجليزي هالاند 28 هدف مع تشيلسي اللي سجل، او يعني هالاند سجل 28 وتشيلسي سجل 27. هالاند عامل ارقام اسطوريه بصراحه في الدوري الانجليزي، ولسه الدوري مشواره طويل لسه ما خلص. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.